السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع من كل الدول. نتمنى السلام للجميع. طبعا اليوم يا اخوان منا نفرجيكم على شيء طبعا راح تشوفوه غريب، ممكن تشوفوه مقرف، ممكن تشوفوه مقزز، وطبعا هذا الشيء كثير في ناس بتخاف منه كمان هو على الارض، اللي هو صرصور. لكن هذا الصرصور أضخم نوع صرصور بالعالم، اسمه الصرصور الفحاح المدغشقري، بعيش في مدغشقر. طبعا هذا الصرصور ممكن يصل طوله من 5 ل 7 سنتي، بعيش 5 سنوات، لكن احنا بنجيبه لانه حجمه كبير بنربيه بتكاثر. زمان كان عندي زيه عوض جبت منه، هو وجبة مفضلة للعقارب والعناكب اللي بنربيها. طبعا كل شيء خلقه ربنا سبحانه، خلق له مقابل اشياء يأكل يتغدى عليها. طبعا هذا في انواع عنا احنا صغيرة، هذا ضخم الصرصور يا عم الله، تعال شايفين ما أضخمه. زي ما قلت لكم هذا ممكن يوصل حجمه لسه بيكبر لحد 5 أو 7 سنتي. زي ما قلت لكم ممكن الناس يشوفوه مقرف ومقزز، ولكن هو جميل جدا، انا شايفه جميل وضخم، مش زي عندنا السمر هذول. يعني بامكان اي شخص ياخده عنده يفلته في الدار اذا في حدا مغلبه، ولا اسهل منها. جبت لكم خط صغير. طبعا هاي سريعة بالإنتاج، بتنتج صراصير كثيرة، غنية بالبروتين، غنية بالفيتامينات بالنسبة للعقارب والعناكب. يا إلهي قلب الصغير لا تحمل، إنه صرصور سريع. وين دفترك تشرب؟ أيوة تعال شرب. طبعا هذا طوله يا اخوان 7 سنتي، هاي زي ما انتو شايفين طوله 7 وشوي، كمان هاي الراس 7.5 طوله، هذا ضخم. يعني انت لما تحكي على صرصور 7 سنتي يعني كبير. طبعا هذول انا طلعتهم عشان اصورهم، طريقة تربيتهم بدك تحط اللي هو كراتين بيض فوق بعض وتتركهم وبيتغذوا، بياكلوا اكتر شي بتقدر تطعميهم خضرة، بياكلوا خضرة، بحبوا الخضروات.